انت عارفه طبعا انه حياه كريمه زي ما كنت بقول حالا دلوقتي عليا، وانا بكرر ده دايما، ده بالنسبه لي مشروع مبهر، ده اهم مشروع بيتعمل في بلدنا من قبل ما اتولد، ده اهم مشروع بيتعمل في بلدنا بشكل حقيقي. يعني كل اللي احنا شايفينه ده شبان هم اللي قايمين عليه، انا شايف قدامك اجنده وبخط اليد، مش بسترق النظر بس انا جزء من ادواتي في شغلتي دقه الملاحظه. ده كلام مش مكتوب، دي ملاحظاتك وحاجاتك والنقط اللي بتركزي عليها وحاجات زي كده. انت طبعا مفرغه حياتك لحياه كريمه. اه يا فندم، هو بيبقى هدف وليا الشرف ان انا اكون من ضمن فريق كبير جدا هدفه في الحياه ادخال الفرحه والسرور على اهالينا الاكثر احتياجا. طيب ما قلتيش، خليني انا يمكن مش بتكلم دلوقتي على حاجه كريم، ما جيتيش قلتي مثلا ايه، انا اشتغل لي في شركه من الشركات الحلوه الكبيره دي واقبض لي قرشين حلوين كبار واكبر في شغلي. انت بني ادم واضح انك مجتهده ومثابره وعندك صبر وذكيه، الا ما كنتيش وصلتي انك تبقي رئيس قطاع المبادرات والتنميه في مشروع بيخدم 60% من مصر، ودي حاجه مهمه. اروح وعلى راي محمود عبد العزيز مش احنا اولى بالطرلملم ده، تروحي وتشتغلي وتكسبي قرشين حلوين و100 فل و14، مش هلاقي نفسي زي ما انا لاقيها دلوقتي، مش هحس ان انا سعيده زي ما هحس ان انا سعيده دلوقتي بمجرد ان انا في فعاليه زي فعاليه انت الحياه بشوف بسمه وفرحه الاطفال ودعوات ناس باستمرار، انتوا جيتوا في كلمه، انتوا جيتوا عمرتوا الدنيا. دي بالنسبه لي كندا كفايه، هي ممكن تكون مختلفه من شخص لاخر لكن بالنسبه لي انا ولرسالتي في الحياه انا شايفه ان دي كفايه. كل واحد بيحسب اولوياته بالظبط بطريقته. يا فندم.